السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بايا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بايا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام 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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله
يبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أتى ولا يفلح ساحر حيث أتى ولا يفلح ساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا فلما ألقوا قال موسى ما زلتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أتى ولا يفلح ساحر حيث أتى ولا يفلح ساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 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 وهو العزيز الحكيم. لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تفنسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now can you gather your hand and put it in front of your face and write your face and we are reading, we are going to read Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas now each three time, yeah, each three time. Make sure you are reading, every one of you. If you are not sick, read for your friend beside you, yeah, or read for yourself. All right.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نوع الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Can you raise your voice? بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Now Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. And then blow it, and then wipe to your face, sweep it to your face. Yeah, make sweeping in your face, sweep it in your face, and then in your head, your neck, your chest, your stomach, to all of your body entirely. Sweep it entirely in your body. Wipe it entirely in your body and okay. Say alhamdulillah. Alhamdulillah. So brother, how are you? How are you? What you feel? What's going on? Everything's fine? He speak English or can I help for a while, maybe 1 minute? Yeah. So everyone, maybe if you are observe, yeah, day by day, there is improvement. So in the first day, he's the one have reaction, right? Totally. And then the second day still, the third day now a little bit quiet. And this brother, what's your name again? Muhammad, yeah. We see yesterday, possessed badly, but now he's quiet. Now it's good. And then he can help each other, the other one also. And then also, you still have a little bit, and you still have a little bit. You know, the shaitan in our body have power. It will reduce, yeah, day by day, stage by stage. Actually, the Satan is no power at all. Allah Subhanahu wa Taala said in Al Quran, "Yeah, inna kaida syaitani kana dhaifan." Yeah, the trap of Satan is very weak actually. But we ourselves that make the Satan stronger, yeah, stronger and stronger day by day. We didn't realize it. Yeah, the Satan pushing up us, pushing everyone, pushing every people to make sins. But in we ourselves. In our heart, yeah, there is nafs that will bring you to the same sin actually. If there is no Satan in this world, and then we ourselves can be possibly enter nar because of nafs. Yeah, we have nafs in our heart. So the Satan say there, work together to make to guide the people go to the nar as Iblis mission. So we ourselves, after we are realizing these things,
try to avoid the sins, try to avoid innovation in ibadah, try to avoid the shirk thing, yeah. Try to avoid riba, try to avoid the sins, and then clean up our heart from hasad, yeah, from the bad thing, from negativity. Then the Satan will coming weak and weak, day by day, not instantly healing, because there is no instant thing in this world. There is no instant thing in this world. This life is a test. Yeah, Allah Subhanahu wa Taala said in Al Quran, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yeah, even the life, yeah, and death. Yeah, khalaqal mauta wal hayata. Yeah, the death and life. This is a test to see which one is better. To see which one is better in doing in worshiping Allah Subhanahu wa Taala. I hope. It will be advantage to you, even it something little. Yeah? I hope this meeting will change you something, your heart, your health. Maybe you will increase your knowledge in the world of Ruqyah Syariah, and then will increase your iman, will increase our quality of ibadah. Yeah, my Allah Subhanahu wa Taala cure you. My Allah Subhanahu wa Taala give you shifa. Give you solution, not only hope, but solution for your life. And my Allah Subhanahu wa Taala gather us in Jannah later. Ya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum jami'an. Tangkat hukum moja ni kamu, wali yang kau tuju nama apa? Namina ni marah, nama wala fanya rupia. Tukiyong pabadai wabakir ini tu, kuwede kufanya registration ni apa? Wibu, takaribisha dunia yetu takayudada kwa niyako wa usumumitri na kurekali mashawa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. As-salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Sheikh Nuruddin Ali Qudisi and his other brother, Ustaz Sheikh Abu Adar from Rehab Hati Foundation, my elder, Professor Abu Saidi, Ulamas, here, my brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We all say Alhamdulillah. Alhamdulillah because for 3 days, we have not eaten specific one ruqyah. Which some of us, when we hear jinn and shaitan, we shake it off. It is normal. Why normal? Because we don't have a dinner. When you have little ilah, which but he is a young brother, but he is a very young brother. He is a young man, but he is a strong intellect to teach us in 3 days. I personally have learned so much. We are always afraid and scared because of what we don't know. And our Islam deen is so strong. We have got so many weapons. He has taught us how to safeguard ourselves from our hearts, individual self-defense against the shaitan. Then we go to our family, then we go to our hearts. Individual nafs fighting for the shaitan is an ilm which we are trying to learn as an introduction. But that introduction was so powerful. And it needs one condition. You have to be on Sirat-e Mustaqim. You can only be on Sirat-e Mustaqim when you have Imam and your heart is clean and your taqwa wins from there. Because if your heart is clean, you will then keep your tahara of your body, of your heart, of your mind, of your nafs, and then your clothes. When you keep tahara of your clothes, it is natural you will see the qadar to wudu. Once you do wudu, and the azan is there, the sweet sound of azan, you will be pulled. Now here, all these
unless and until we, it's always to be here, all those who are here, go and explain slowly, in a nice way, in a skillful manner to your family, to your children, that look, Shaitan is there, jinns are there, but there is a way to take them because we believe Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, prevention and cure is the biggest weapon. Our brother has come to tell us basically first is prevention, protection for yourself and for the people you love. What I will say, to bring him from Indonesia, I understand you have come from Africa for the first time. To bring him from Indonesia, to hear my brother Abdul Rashid Abdul Sattar asked me a few weeks ago, we have this Abdul Sattar and we want to bring him, so that's very good.